نعم روان، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. نحن بالضبط موجودون في المنزل الذي كانت تسكن فيه الأم وبناتها الثلاث، والذي خرجنا منه قبل أو في يوم 2 أذار الحالي، قبل أن يجري اختفاء بالكامل عن البلدة. ولنشهد السيناريو الذي شهدناه بالأمس أنهم وجدنا مقتولات في مغارة في أسفل البلدة. سندخل ونستطلع المنزل الآن، هذا المنزل الذي من خلال مشاهداتنا الأولى يبدو أن الأم وبناتها خرجنا منه للعودة إليه مجددا، وبالتالي هذا الأمر ينفي تماما أي كلام يصدر أو قد صدر بالأمس وفي الأيام الماضية تحدث عن هروب الأم وبناتها من هذه المنطقة. فنشاهد الآن بالعدسة الزميل زكريا الخطيب مشاهد من المنزل هنا، هذا المنزل كما ذكرنا الذي كانت تسكن فيه العائلة. هذه الشهادات البنات الإفادات النجاح في الامتحانات الرسمية وغيرها، إضافة إلى صور البنات التي كانت تضعها هنا في المنزل، الصغيرة منهم. هذه الصورة تعود إلى العام 2009. أيضا هذه الشهادات شهادات التقدير. تالا زكريا صفوي مولود عام 2002 كما ذكرنا، أيضا شهادة أخرى لريما زكريا صفوي المولودة في العام 2000. كان واضحا أن الفقيدات كانوا من محبي كرة القدم اللبنانية. البنات الثلاث كانت من مشجعات نادي الأنصار كما نرى في هذه الصورة، ولكن في نفس الوقت نرى علم لنادي النجمة الرياضي، وذلك لأن الأم هي من تشجع نادي النجمة، وبالتالي كانت العائلة على خلاف رياضي. أيضا فناجين القهوة التي نراها هنا حتى الآن موجودة على هذه الطاولة. إذن يعني نعتذر عن هذا الخطأ التقني. محمد عم تسمعنا هلأ؟ معكم أنا معكم. ايه تفضل. روند، كنا عم نقول الغسيل كمان واضح بالصورة أنه غسيل العائلة موجود، وحتى أنه لم ينشر وذلك لتنشيفه من المياه. أيضا نتمشى أكثر لنرى صور البنات هنا على الحائط، الحمام كما نراه هنا في الصورة. هذه صور البنات، كنا ذكرنا أنهم من محبات كرة القدم اللبنانية، كان نرى في ملعب المدينة الرياضية وغيرها أيضا من الصور. المنزل يبدو بحالة طبيعية، يعني غرفة النوم نرى هنا، لن ندخل إليها احتراما لخصوصيات الفقيدات. هنا في غرفة الجلوس أيضا جميع الأرجيل، المواد التجميلية وغيرها من المواد التزيينية التي لا تخص الفتيات موجودة هنا. كل هذا الأمور أيضا دخلنا رواند إلى غرف النوم، نحن لن ندخل عليها بكاميرا بعدسة الكاميرا، ولكن غرف النوم كما كان قد ذكرنا سابقا وجدت فيها الهويات ووجدت فيها جوازات السفر، الأمر الذي ينفي تماما موضوع الهروب كما ذكرنا من قبل. هذا الموضوع مؤكد، والآن أن البنات والأم لم يهربن أبدا من هذا البيت، بل خرجنا كما يقال وكما هو أصبح معروفا ليعدنا إليه من جديد قبل أن تحدث، إن كان حادثة الخطف أو إن كان حادثة القتل. هذا المنزل الذي يمكن أن نشير إلى أنه استأجره لهم الوالد بعد كما يعلم الجميع حادثة الطلاق التي حصلت مع الأم منذ أكثر من عام، وكان يؤمن عليهم في هذا المنزل بالتحديد. جميع هذه المشاهدات التي رأيناها تؤكد أن البنات وأمهم لم يهربن من هذا المنزل، بل بالعكس خرجنا منه ليعود مجددا إليه. ولكن المشتبه به الذي قام والذي هو موقوف في هذه اللحظات كان يمكن يملك من الغدر ما سمح له أن يخرج، ما سمح أن تخرج البنات وأمهم من هذا المنزل ولا تعودن إليه من جديد أبدا. رواند،